مرحبا برج الجدي. بشكل عام يا برج الجدي، أحس أن في شخص، أغلبكم في شخص اوريدي كان موجود في حياتكم، دخل وخرج بسرعة، كان دخوله وخروجه مفاجئ سريع، أو صار تغيير مفاجئ في العلاقة، وحاليا الأمور يعني متوقفة. تكونون في مرحلة انفصال، أو في مرحلة إنه فركشت الشيء اللي بينكم، أو إذا ما في هذا الشخص احتمال إنه يدخل في المستقبل ويصير نفس السيناريو، دخول خروج سريع بسبب الأشياء اللي راح أذكرها لك. بداية القصة عندنا مع كارتك أنت يا برج الجدي، الإيغو. الكرت الأصلي يسمى الديفل أو الشيطان، هذا هو كرتك اللي يكون الشيطان في النصف وعنده سلاسل، مقيد شخصين بهاي السلاسل، واحد يمين وواحد يسار، هاي الصورة الأصلية. فأحب أوصل لك نقطة، هاي الطاقة بالعادة طاقة الديفل أو طاقة برج الجدي يقصدون فيها أن كثير من الأمور اللي أنت تخاف منها، تحذر منها، تتوهمها لا أساس لها ولا صحة لها. يعني برج الجدي جدا حذر، لدرجة أنه يقع في دوامة الأفكار الكثيرة والهوس في التفكير، وينتهي به المطاف أنه ما ياخذ فعل فيصير اللي يصير. هذه طاقة الشيطان. وراءها 10 السيوف، رمز لانتهاء مرحلة، وخمسة الأغصان. أشوف أن بينك وبين هذا الشخص كان في مرحلة ما جدا شغف كبير، مو بس شغف، في احتمال كبير لعلاقة كبيرة ناجحة جدا، في كان بوتنشل، إمكانية كبيرة لنجاح العلاقة، ولكن صار خلاف احتمال على موضوع الارتباط نفسه، هو اللي خلى هذا الشيء يتفركش بسرعة. احتمال كان حاس انك مو واضح معه في نية الارتباط، او مش عارف هل انت ترغب اصلا في الارتباط والاسرة، تحبه او لا تحبه، هذا اللي خلى الموضوع يتفركش. شيء اساسي بينكم بسرعة تنقلتوا من بين المراحل من 5 إلى 10، يعني ما أخذت وقتكم حتى في العلاقة وتدرجتوا، لا بسرعة انتهى الشيء، قبل مثل اللي قبل أن يبتدي انتهى، مع أنه في حب وشغف وطاقة السولميت والتوين فليم موجودة، يعتمد على وضعكم، بس الطاقة موجودة. رسالة لك هني، أشوف أنه يعتمد إذا أنت رجل أو مرأة الجدي. إذا أنت مرأة الجدي، فالرسالة لك هني أن حاول في المستقبل توضح أكثر للشريك مشاعرك الحقيقية ونيتك. المرأة عليها فقط أن توضح مشاعرها، تعطيه الضوء الأخضر. أما إذا كان المستمع لهاي القراءة رجل، فيجب أن يعرف أن هو اللي لازم يأخذ الأفعال اللازمة عشان يثبت العلاقة. رجل الجدي، المسؤولية تقع عليك ان انت تثبت العلاقة، ان انت توضح نيتك الحقيقية، لان اشوفك تحب هذا الشخص واخترته، ولكن النية ما كانت واضحة بغض النظر عن اذا كنت مرأة او رجل. التاري يطلب منك ان في الفترة القادمة تستجمع كل ذرة قوة فيك، مو قوة جسدية، قوة داخلية. حاول في الفترة القادمة ان انت تكون اقوى نفسيا، عاطفيا، روحانيا، ثبت نفسك من الداخل، لان فعلا راح هذا الشخص ارى انه بالنسبة لك الله وضعه في طريقك مثل التحدي الكبير. تحتاج عشان تنجح مع هذا الشخص بالذات، اذا كنت تريد انك تنجح معه، كل ذرة قوة داخلك، لأن هذا الشخص مساوي لك. يعني شوف حتى الصورة، هذه المرأة طاقة السترينغث أو تبع الشمس،
هذا كرت الشمس طاقة برج الأسد، هذه المرأة راكبة على نمر ومستعدة أنها تحارب، في قوة في نجاح. وعندنا ملك الأغصان أيضا طاقة نارية، مو شرط الأبراج معناتها أن يعني من الضروري أن يكون الشريك من البرج الناري، ولكن ملك الأغصان معروف، ملك مكانته جدا واضحة بين الجميع، في توازي في القوة. يعني أنت كأنك التقيت نصفك الثاني من عالم آخر، فعشان كذي بالنسبة لك تحدي، صار في كلاش أو تصادم في المنتصف بسرعة. العلاقات بالعادة كتارو تبتدي 1 2 تتدرج 3 4، ولكن أنت رحت من 5 إلى 10، يعني كأنما هو ضرب ضربة انضرب ضربة انتهت العلاقة بسرعة، لأنكم متوازين في القوة في العزيمة في الرأي. ملك الأغصان أشوفه إنسان صاحب رأي واضح وصريح وعنده رؤية، يعني يعرف ماذا يريد. وأنت أيضا أحس أن السترينث كارتك أنت، وملك الأغصان كارت الحبيب. ورح أدخل في تفاصيل مواصفات الشريك لاحقا، ولكن نفهم الطاقة العامة أولا. ما الذي حدث عندك؟ وأغلب القراءات اللي فيها مواصفات شريك المستقبل أغلبهم يشتركون في كرت النجمة The Star. عندك 10 الأكواب، عندك 6 الأغصان، نجاح سعادة تحقيق أماني. بالمختصر أنت فعلا في هاي المرحلة راح تحس أن ثقل الدنيا كله على عاتقك، لأنه جدا صعب. هذا الشخص بالنسبة لك تحدي جدا صعب، أنت التقيت أشخاص في حياتك وتعبت ومريت بمواقف وانهزمت وهزمت، لكن هذا الشخص احتمال أنك إذا أنت مثلا جدي، هو لديه قمري برج القمري أو القمر في الجدي، أو هو من الأبراج الهوائية. الأبراج الهوائية قريبة طاقتها من برج الجدي فتكون مساوية له، خصوصا الدلو، عندنا طاقة برج الدلو، لأن برج الجدي يسمى البرج الترابي الذي يتصرف كبرج هوائي، والسبب أنه يحكم كوكب زحل ساترن. برج الدلو يحكم أيضا كوكب ساترن. شفت شلون في تلاقي؟ حتى فلكيا أحس أنه في تلاقي، لو نظرت إلى الشارت كامل تبعك وتبع الشريك راح تلاقي أنه في انعكاس. إن جدي هو عنده قمر في الجدي، في شيء من هاي الطاقة، أو أنت عندك الكثير من الطاقة الهوائية في قائمة برجك. أنت التقيت، هاي اللي قاعد أسمعه، التقيت بأشخاص كثيرين، ولكن مثل هذا الشخص، هاي بالنسبة لي كان التحدي اللي خسرته بسبب التغيير المفاجئ في العلاقة يعني. بس هو لم تخسر للأبد، كان في مؤقتا انفصال أو سيحدث مؤقتا انفصال، لأن اثنينهم يعرفون ماذا يريدون والتقوا في النصف وصار الاصطدام. احتمال واحد منكم كان مصر أنه يظل عزابي في الفترة اللي التقيتوا فيها، أو كان مصر أنه يخلي العلاقة open مفتوحة غير رسمية. والشخص الثاني كان بالعكس مصمم أنه يحقق أحلامه، يريد الزواج، يريد الأسرة، يريد الأحلام، عنده حلم معين يراه وغير مستعد أن يتنازل عنه. إذا كنت تسأل عن المواصفات الشكلية راح أعطيك إياها الحين. هذا الشخص الشريك عنده كاريزما جدا عالية، عنده جاذبية جنسية، الكاريزما مالته
ممكن يكون أي برج بس الكاريزما مالته تقلب على طاقة جنسية أكثر. يعني الناس مو شرط لما يشوفونه يقولون لك جميل كجمال كمواصفات، ولكن عنده الكاريزما. خلينا نقول عنده الكاريزما. هذا شخص أشوفه لا طويل لا قصير، لا سمين لا نحيف، وسط، ولكن بنيته قوية، يعني بنيته ثابتة، كما عزيمته بنيته أيضا ثابتة. يمتلك جميع مقومات لفت الانتباه، عند النجاح، عند السيارة، عند يعني أي مكان يذهب إليه هذا الشخص الشريك عندك صعب إن ما يلتفتون لوجوده. يلفت الانتباه وين ما راح، دائما عنده شيء مختلف عن الآخرين اللي حوله، عطر معين، طريقة لبس معينة، طريقة كلام معينة، حتى طريقة كلامه لهجته مو نفس الآخرين قاعدة أشوفها. متفرد هذا الشخص، عشان كذي أنت تحس إن لقيت السولميت تبعك، لأنه فعلا إنسان جدا مميز. ولكن على كثر ما أنه مميز ترى يمثل لك تحدي. شنو عندنا؟ عندنا أيضا العالمة The High Priestess والكوب، أول كوب، عرض الزواج والحب وأن تقع في الحب. اللي قاعدة أشوفه هني إنه يقول لك برج الجدي، أنت ما تقدر إن فعلا تتخطى مرحلة الخوف وعدم الوضوح مع الشريك إلا إذا فعلا تخليت عن خوفك. لازم تجازف، لازم بينك وبين نفسك تقرر إنه لازم تجازف. هذه فعلا مجازفة، إن أنت تذهب إلى الحبيب وتعرض عليه حبك مرة ثانية، أو إذا هو الرجل هو سيأتي ويعرض عليه حبك مرة ثانية. رح يكون في رجوع وعرض جديد للحب في الفترة القادمة إن شاء الله، لأن أنت تعرف، أحسك إن أنت تعرف أكثر من الشريك، واعي. احتمال هو رجع لطبيعة المعتادة، ولكن أنت تعرف إن التقيت الشخص المنشود بالنسبة لك، حب حياتك يعني. وأي شخص ثاني، أنت صريح في هالنقطة وهذا شيء جيد، أي شخص ثاني مقارنة مع هذا الشخص راح يكون رقم 2 3 4، ولكن بالنسبة لك هناك فقط شخص رقم 1. تعرف أن الجميع مقارنة فيه درجة ثانية. هذا الشخص جدا مميز، هاي اللي قاعد أحسها بطاقته، والدليل أنه قاعد يجمع ما بين طاقة الهواء وطاقة النار. يعني مثل ما يقول لك زيت ونار، مولع. هاي شخص مولع، يجمع أصعب الأمور من الشيئين. أوكي، شنو النصيحة لك هني؟ هني في نصيحة شوي أنت لازم تدير بالك عليها. احذر أن لما يرجع الشريك لك أو أنت ترجع للشريك، قلت لك السيناريو راح يكون على حسب جنسك هني. احرص أن هذا الكوب، أول كوب تعرض أمامه، لا يكون مثل الأكواب اللي عطيتها إياه في السابق. أربعة الأكواب هي الصورة الأصلية له، شخص جالس في الحديقة لديه 3 أكواب، ولكن شكله منزعج، لا يريد أن ينظر إلى الكوب الرابع الذي قاعدين يعرضونه عليه. عنده 3، يعرض عليه الرابع ولكن لا ينظر، لا يلقي نظرة أصلاً إلى أي من الأكواب، معرض عنهم جميعا. احتمال في فترة الانفصال أنت تعرض عن جميع الأشخاص الآخرين عروض الزواج، عروض الحب اللي يأتون في طريقك، احتمال كبير جدا. لأن قلت لك اللي قاعدة أسمعه بشكل كبير نفس الرسالة قاعدة تتكرر لي، وقاعدة تتكرر عشان أنت تستوعبها أيضا. كل شخص مقارنة بهذا الشخص بالنسبة لك رقم 2، فبغض النظر من الذي يأتي في طريقك
انت مو قاعد تتفاعل معاهم، راح توصل لمرحلة انك راح تقرر انه تسكب كل الاكواب، 5 اكواب، ترحل عن جميع الخيارات اللي عندك، او ترفض جميع العروض التي تأتيك في الفترة القادمة. والسبب ان انت وصلت لمرحلة ما تستطيع انك تنكر مشاعرك لهذا الشخص. احتمال في البداية كنت متأسف ومتردد وغير واضح، كنت تريد ان تأخذ وقتك، ولكن مع شدة العروض، كل ما زادت العروض ورأيت ان كل هاي العروض لا تحتوي عرض الشخص اللي في بالك، رجع لك فلان فلان فلان، تقدم لك فلان، عرض عليك الزواج، الا الشخص اللي انت فعلا ترغب فيه موجود في قلبك، فراح تحس ان كل احسك راح ترفض جميع العروض لأنك بانتظار هذا العرض من هذا الشخص. وبرج الجدي عندما يثبت ويكون صاحب عزيمة جدا يثبت، يضع كل قوته في الطاقة الأرضية، يعني فعلا أشوفك راح تكون مصر على رأيك، سواء أن كنت رجل أو مرأة. إذا مرأة راح ترفض كل عروض الزواج والحب والارتباط، وإذا كنت رجل ما راح تبدي اهتمام كبير بالأشخاص أو النساء اللي يدخلون حياتك من بعد هذا الشخص. الكوب بالنسبة للنجمة ولا شيء، النجمة هي طاقة برج الدلو، الشخص الذي يحمل قربة الماء، ما الذي يسواه الكوب تحت النجمة؟ أنت بالنسبة لك ولا شيء، يعني أنت خلاص مريت بمرحلة حاليا، اخترت شريكك مثل ما قلت لك، شريكك هو أيضا يبادلك المشاعر، بس كان عنده نقطة اختلاف معاك في طريقة تثبيت العلاقة، في الأمور الرسمية، في أسئلة مثل متى راح نتزوج. هاي كان المرحلة القادمة، Ace of Earth، الخماسي الواحد الكبير، Empress الإمبراطورة، Unity وهو كارت الهايروفانت أو مأذون الزواج. عزيزي برج الجدي، أنت أول قراءة في قراءات شريك المستقبل تظهر لها كارت اليونيتي المأذون، يعني رسالة أوضح من هذه لا يوجد. في كل القراءات لم تظهر كرت المأذون، فهل احتمال أن ينتظرك زواج قريب، أو ستتحرك الأمور مثل ما انتهت سريعا ستتحرك سريعا، بعدين راح يكون في إتمام للزواج بسرعة، عرض للخطوبة وعقد القران بسرعة، وعندنا كرت الإمبراطورة اللي دايما يعني طاقة المرأة الحامل، الأم الأرض. فأرى أن إذا أنت الجدي، هاي الفترة أنت جدا مركز على غريزة الأمومة عندك، تريد بسرعة أن يكون لك ذرية، أبناء، بيت، جدا مركز على هالشيء في هاي الفترة، يعني تنتظر بفارغ الصبر، يعني حتى لما يرجع الحبيب أشوفك ما راح تعاتبه، على طول راح تأخذ عرض الزواج ويتم الزواج وخلاص يحدث الحمل، لأنك تنتظر هذا الشيء من زمان بفارغ الصبر، خصوصا عندما تحس أنك التقيت السولميت تبعك. نصيحة أخيرة لبرج الجدي في قراءة شريك المستقبل، نصيحة أخيرة، True love, this love once in a lifetime.
سوري برج الجدي، بس انت الرسالة عندك جدا مكررة في كل الكرتات، حتى في كرت النصيحة. احتمال قاعدين يأكدون عليك الرسالة اللي فعلا لازم تستوعبها وما تشكك فيها وتطبقها، ان هذا الشريك هو موازي لك، هو السولميت، هو افضل خيار بالنسبة لك، وفعلا اللي بينكم حب. فحاول، سواء اذا انت كنت امرأة الجدي او رجل الجدي، حاول ان تعطي الشريك الضوء الاخضر عشان يقدر ان يراك ويرى نواياك ما وراء مرحلة القلق او التردد او عدم الوضوح، لان حبكم جدا قوي، حبكم حقيقي، حبكم مو حب تبع يوم وليلة وتلاقي نفسه بعد 3 سنين واربع سنين، لا، هذا الحب بهاي الطريقة مرة في العمر. اذا ما حاربت من عشانه، اذا ما اصريت عليه، راح تفقده. فالتارو هني يقول لك انا اعرض عليك الفرص تبعك، ما الذي ستفعله انت بشأن هذا الحب الحقيقي هو شأنك. اتمنى لك التوفيق عزيزي.